إذن بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار مدنية عين السبع اللي تتنظم دائما جمعية كول داون تحت الشعار ديال الخير تلقاه، اليوم عشنا معكم ليلة من ليالي رمضان، ليلة بعنوان ليلة المبدعين اللي عرفت مشاركة ديال مجموعة من الشعراء والقصاصين. عشنا لحظات رائعة، استمتعنا بنغمات ديال الإخوان المبدعين اللي كانوا في هذه الليلة. الحمد لله الأجواء كانت رائعة جدا. الآن بقى لنا الاختتام، كما عرفتوا 30 يوم من شهر رمضان عشنا فيها مجموعة من الأنشطة الاجتماعية الثقافية الرياضية. إن شاء الله السبت غنضرب لكم موعد مع الساعة 10 ليلا بهذا الفضاء مقهى كول داون باش نعيشوا معكم على إيقاعات حفل اختتام رمضانيات عين سبع في النسخة ديالها الأولى، ونضربوا لكم موعد إن شاء الله في النسخة الثانية السنة المقبلة نهار السبت مع 10 هنا في فضاء مقهى كول داون. مرحبا بكم. لقينا كثيرا، لقينا من العياط والتقليد والسلام ايضا. ثم اقول لهذا الفضاء مبروك عليكم، ما اروعكم، ما احلى الثقافه في رحابكم. شكرا لكل الاعلاميين الذين حضروا واتوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله شباب
Thank you.